جاي يشجع القادسية والله اليوم مع القادسية، واقفين مع الملكي أكيد، جاي إن شاء الله نفوز ونطلع ناخذ 3 نقاط إن شاء الله. والله الجو حلو اليوم، والحضور ما شفت للحين، بدخل إن شاء الله بشوف الحضور، وهو الحضور زين إن شاء الله. لا لا أبوي هو متعصب غتساوي أكيد، فأنا جاي عشانه وشجعت القادسية عشانه بعد. نشجع القادسية اليوم، مستحيل أشجع العربي ولا نادي ثاني، والله ما أحب نادي العربي ولا نادي الكويت، ما دانيهم، ما داني أشجع عشان غتساوي. إيه تقريبا كرة في البعض يتكلم بالكرة، نعم يفهم الكرة، بس الكرة الأوروبية مو، في بعض يتكلم بالكرة الأوروبية وفي بعضهم يتكلمون بالكرة المحلية يعني بالدوري الكويتي. أشجع تشيلسي أكيد، أنا أحب تشيلسي من 2012 تقريبا عشان دروغبا الراسية اللي حاطها على البايرن. لا أكيد راح أكون بغمة السعادة لو حضرت أنا أحضر المباراة لهم، بغمة السعادة راح أكون عربيا قادسية والأهلي المصري.